There he was lying in his bed convalescing from a terrible. على فراشه بينما كان يتعافى من جرح فظيع أصيب به في معركة، كان يقرأ كتبا عن المسيح والقديسين. بدأ يفكر فيما يمكنه فعله للاقتداء بحياة القديسين والمسيح، وعلى الفور ربط هذا البحث بالقدس. Seeking to imitate Christ, and immediately he linked that with Jerusalem. إنه حاج استثنائي. فالرابع من أيلول عام 1523 زار لوبيز دي لويولا القدس لأول مرة. لقد مرت 500 سنة منذ تلك الرحلة المقدسة التي بدأت وانتهت بالمدينة المقدسة. He went around on a regular pilgrimage guided by the Franciscans living. لقد كان حاجا دائما بقيادة الفرنسيسكان وكان يعيش معهم، ولكن كانت بداخله رغبة ملحة في البقاء في الأرض المقدسة. تلقى تعزية كبيرة من زيارة الأماكن المقدسة. في عالية صهيون كان يعيش على الأرجح في جبل صهيون مع الفرنسيسكان في كنيسة القيامة، حيث شارك في القداس في الدورات الليتورجية. زار جبل الزيتون وعين كارم وبيت لحم وأريحة ونهر الأردن. وعندما طلب أخيرا الإذن من الأب الحارس بالبقاء، قيل له إنه من المستحيل البقاء. وعلى الرغم من رغبته في البقاء في القدس، إلا أن العمل في القدس من أجل النفوس الصالحة قد رافق فكره طوال هذه السنوات. مجرد أن قال له الحارس لا، قبل رده. هذا شيء من المفترض أن يميز اليسوعيين، طاعتهم لسلطة الكنيسة. بعد عودته من الحج في عام 1540، تمت الموافقة على تأسيس جمعية رفقاء يسوع في روما. إن النظام القديم الذي أسسه القديس أغناطيوس دي لويولا موجود منذ عام 1913 مع المعهد الكتابي البابوي. إنه حضور يريد أن يكون علامة حسية على رغبة القديس أن يكون باتصال مباشر مع الأماكن التي ما زال الرب حاضرا فيها. منذ ذلك الحين كنا حاضرين في أنشطة مختلفة وكلها مرتبطة بعالم الكتاب المقدس. أولا من خلال علم الآثار، ففي 30 أو 40 عاما الماضية كحرم المعهد في روما لطلابنا الذين يرغبون في قضاء بعض الوقت هنا في الدراسة. إلا أن حضور رهبنة رفقاء يسوع أوسع، فمنذ 40 عاما لدينا يسوعيون يعملون في جامعة بيت لحم، وبعض الرفقاء يعملون في معهد طنطور، فهم في الواقع مسؤولون عن إدارتي. ولدينا يسوعيون يعملون مع المهاجرين ويعلمونهم اللغة الإنجليزية. هناك بعض الرفقاء يقضون وقتهم في الرياضات الروحية أو التدريس في معاهد الإكليريكو المحلية أو العمل كمرشدين روحيين.